هاي مشاهدينا، احنا موعدكم مع واتس كوكينج. اليوم مع شيف جاد بدنا نحضر موتزاريلا ستيكس. صباح الخير، كيفك اليوم؟ شو الخبريه الحلوه؟ اي والله انت منيحه؟ الحمد لله جود. اليوم الروسات هوم ميد موتزاريلا ستيكس. ليش؟ لانه نحن دائما بنشتريها من السوبر ماركت او بناكلها بالمطعم، كنت عملتها فاد. ليش؟ لانه بتاخذ قالب الموتزاريلا بيتقطع مثل ما هو بنعمل باني. هلا نحن رح نغير كل هالكونسبت اليوم، رح نعمل خلطه جبنه ونرجع نمدها بكادر ونرجع نجلدها ونرجع نقصها ستيكس ونعملها باني. لازم نجلدها قبل تتقطع. يعني رح يكون بالخلطه. يعني هلا اليوم نحن الحلو بالرسات انه عم نتعلم التكنيك تبع هاي. اكيد بعدين نحن بصير فينا نغير بانواع الجبنه. بس ما فهمت وين محل سبانخ بالجبنه. بالجبنه هلا رح نطبخ. لكن غير شكل التعامل. اوكي، رح يكون اليوم بخلطتنا في الموتزاريلا، في الكريم تشيز، في دراي توميتو، في ابينار، في بصل. هلا رح نطبخ البصل مع الابينار ونخلطهم مع بعضهم. اكيد رشه ملح، رشه هاي. رح نرجع نمدهم بالكاد. يامي. هلا انا عاملها الصبح تنقدر نجلدها، بس بدي فرجه شو عملنا قبل الهواء. مثل ما قلت، نقطة زيت زيتون، بصلة صغيرة، صغيرة يعني ربع كمان بصلة صغيرة، يعني إذا بدك ملعقة. رح نطبخهم، نبلش فيهم أول شيء لنقدر نسقعهم تنقدر نخلطهم بالجبنة. أكيد مزبوط. بدنا ندبلها تتبيل للبصلة، ما بدنا كثير نعطيها لون تا ما تبين بقلب الجبنة هيك يعني محروقة أو عاطي على لون غامق. تهتم بالمنظر كمان. صح. اوكي. ثواني بعد، هون ابينار مسلوق ومفروم كثير ناعم. كثير ناعم. اكيد. ومعصر. رح ناخذ هالابينار. لكن بصلة صغيرة مع شوية زيت زيتون، سبانخ مسلوقين مقطعين كثير ناعمين. كثير ناعمين. هلا رح نحط ملح وبهار، نقلي يمكن دقيقة أو دقيقة ونص ماكسيموم، ما بدي أقلي كثير لأنه بدي حافظ على لون السبانخ. كل ما قليناه كل ما تغير لونه. الموتزاريلا جبنة مش مالحة. يعني أبداً. فينا نحط مزبوط. ملح مش مالحة وطعمتها شوي فاض، خفيفة طعمتها، يعني الطعم اللي فيها نحن لازم ننكهها. صح يعني. كرمال هيك عم نعمل كل هالخلطة. هي بس التكستشر تبعيتها بتعقد. هي التكستشر تبعها إذا بدك أساسية بتمغط، واللون تبعها كثير حلو يعني كرمال هيك تستعمل على البيتزا لما تشعر بسرعه. هاي الابينار تقريبا خلصوا. رح ناخذ صحن صغير نحطهم بالبراد تيسقعوا. بدي احطهم بالبراد 100% لحتى نقدر نستعملها. هيدي هي. اوكي. رح افلشهم هيك قد ما في. رح ناخذ سوا وقفه مشاهدينا، وقفه كثير صغيره ونرجع لكم نتابع كوكينج. عملنا السبانخ، حضرنا السبانخ، هلا بدنا نحضر الجبنه. هلا رح نشتغل بخلطه الجبنه. رح ناخذ الموتزاريلا المبروشه رح ناخذ دراي توميتو مفرومين كمان ناعمين. رح ناخذ بهار اسود فريش مطحون. حرحرنا حلو. رشة ملح صغيرة. اوكي. هلا أنا رح بلش أخلط، بترجع تعطيني الابينار لننطر دقيقتين بعد لكنه سقعه. أوكي. كريم تشيز. أساسي نخلطهم بإيدنا تياخذوا بعضهم. أساسي نحط الكريم تشيز كمان ياخذوا على بعضهم. تصير سبريدبل تنقدر نمدها. هلا بتشوفي ليش هالقد عم نرخيها، مش عم نرخيها بمعنى رخيها، بس لتصير التكستشر تبعها تنمد معنا. بكرز. مظبوط. اوكي.
اذا بتعطيني الابينار اعملها معروف. يلا اللي حطيتهم على الشمال. ما هو شمال او يمين ما في. اعطيني اذا بدك ثلاث ارباعه ديركت هيك ما بدها. فينا اذا بنحب سبانغ اكثر نكتر الكميه اكيد ولا... بنكتر شوي بس شوي. ما بدنا كثير يطغوا على الجبنه لانه بتصير تفرط معنا. اوكي بصير بدنا نغير اذا بدك عيار الكريم تشيز وعيار الهيدا الجبنه. ليك كيف صار وما كأنه حطيت موتزاريلا مبروشه؟ صارت خلطه لانه الموتزاريلا مبروشه الفوليوم تبعها ببين كبير بس خلطيها صح بترجع. يلا بروحوا كلهم. هلا هون الحلو بالروسات انه اذا بدك عم نتعلم تكنيك اكثر من ما عم نعمل روسات لانه مثل ما قلت بالنسبه للجبنه هون صار نحن شو عبالنا صح فينا نزيد بس اساسي يكون فيها موتزاريلا وكريم تشيز يعني هول الاثنين اساسيه وبعدين فينا نزيد شويه اذا بدك جريد حلوم فينا نزيد اشوان فينا نزيد فينا نحط بازيليك اذا بنحب مزبوط. يعني هاي خلطتنا صارت بتجنن. ليك شو رح نعمل؟ يلا رح ناخذ جيبها صينيه يكون بلا حرف دائما تنقدر نشتغل فيها تريحنا. هلا انا عندي هالكادر يمكن بالبيت عندهم غير كادر مدور او هذا بيرجع رح نقصها لان نحن ما رح تضل هيك بس الافضل ستيكس يطلعوا صح. بشكل اصابع. مهضومه طريقتك دائما الموتزاريلا ستيكس هيك بنعمل؟ لا ما هيدا اللي نحن عم نقوله. كيف بيعملوها العاديه؟ تشتري قالب بلوك موتزاريلا بصيروا يقصون بس كرمال هيك هيدا اللي نحن عم نقوله انه بهديك الطريقه ما فيك تزيدي طعمات على الموتزاريلا مش هيك تطلع طعمتها فاد مزبوط اذا ما حطيتها ما غطيتها بصوص. هلا انا رح اعمل صوص بس تكستشر طيبه يعني تكستشر هون رح تاخديها فيها صح لانه الموتزاريلا استعملناها بنسميكم منيح. هلا هون الكادر سميك انا بدي سميكها لتطلع جلسه. هلا بالتقطيع نحن فينا نصغر فينا نكبر. اوكي بدي اعصرها. يلا هون هي الرسات معموله على قد الكادر. هلا رح نعملها هيك. هلا رح نحط لها هيدي هلا حسب قوه الفريزر ستيفاني. قد ايه وقت قبل فينا يعني نعملهم؟ قد ايه قبل وقت فينا تنقصها؟ يعني مينيموم بدها ساعتين او ثلاثة بالفريزر. مزبوط. هلا مش انه ساعة و لا 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 تنقص معنا لأن إذا طلعت التكستير كثير بنحط هالقد عليها. يلا كل التكنيك صارت عنا. هيدي خلصت. هلا رح تفوت على الفريزر. نضبضب شوي. ورح نفرجي شو أنا الصبح جيت عملتها. هلا رح نفرجي شو صار عندنا. طيب شو خلينا نشيلها. هي لكن خلصت. هي هي على الفريزر بتفوت ثلاث ساعات مزبوط. هلا حسب قوية الفريزر كمان ساعات. هيدي ما بدها تفوت هون ما في مشكلة بنحطها هون. رح نظهر اللي نحن جاهزينها. رح نحضر دغري البانيه. رح نعمل بانيه وبنشوف كيف طلعوا معنا. هون البانيه ما بحاجة نزيد كثير طعمات على الكعك. ايه لأنه ديجا اوريدي كل شيء بقلبها. مع الجبنة حاطين كثير نكهات. شو بعد بدنا؟ بعد بدنا جاد فاضي. بالآخر. خلينا نحطهم جوا. نحطهم هيك لما نوسخ الدنيا. نلبس خفوف. ورح نجيب الجبنة. يلا هلا انا هون مقطعها شوي صغير. نحن فينا هيدا بيت كامل مش بيت بس كامل. صفارة او بياض بيت كامل. بجرب شي مرة تعملهم مع الويت الهول ويت كاليتي كيف تطلع. هلا هون انت ما بتأثر كثير هون اللي بيأثر فيك تعمل لأن ايه؟ هون كل الطعمة كل القرش هون بس تحت يلقط البيض عليها. ليك شو صار عندنا هون؟ واو أخذتهم أنا جلدنا وقصيتهم بهالشكل. فينا نقصهم أطول صح. طيب خليني نجيب ملعقة
هيك لنشيل فيها من عندي كيمكن مع مصفاية. لا لا هيك بنشيل كل حبة. اوكي يا اساسي ما نجلدهم كثير على الاخر ليتقطعوا معنا، يعني ما بدنا اياهم يصيروا كثير محجرين اذا بس مش عن يومين ثلاثه بعدين بدهم يفرز. هون فينا نعمل هالشيء ونضبهم ما نقلي دغري، بصير عندنا اذا بدك بالميزان بلاس بالفريزر موتزاريلا ستيكس جاهزين. هاتي لي اياهم هون تا يلا ساعدك. هلا رح اجي شيل دايركت انا. نعمل بعد تحت نقسمهم عمرتين. ما عم بلقطوا بسرعة. ايه ما بقسي. هلا كله بيتظبط. طيب رح اجي لثاني ميل انا، هيك باخذهم على الكعك. نروح على دبل بريدينج. ايه كنت بدي اسالك هذا السؤال هلا ديركت بس نخلص ننزلهم مره واحده بعد بالبيض. بتعرف رح البس شادك نيال هون خليني انا اخذ ديركت. هلا بلكي بنخلص هون بنحطهم بالبراد نرجع بناخذ صحن بيكونوا سقعوا شوي بنكون خلصنا كله مره واحده. دغري بس نشيل من الطحين لازم دغري نحط كعك حتى يعلق عليهم. وحجمهم حلو شوي، يعني اذا بدك فيها فوليوم فيها جبنه مزبوط، هيك واحد بيكون عم ياكل حبه كل الطعمه بقلبها صح مش كلها كعك. يلا رح اخذهم يلا واصل اللي عندك، بس بدي احط هذا الجات من براد ثانية لحتى بس نعمل ثاني مرة يكونوا شوي سقعوا. يلا بعد عنا مرة واحدة صح؟ صح. احنا الرسائل تقريبا على الاخر صارت، بعد بدنا نقلي وبدنا نعمل دب صغير، الدب ما بدها كثير وقت. يلا واصل على الكعك انا خلصت فوق. هلا تاني وجه دغري بيعلق عليهم اسرع صح لانه صار عندنا لاير كعك. هم بيضحكوني من الريجي. ايه بعد دخلت عنا وقت؟ 2 minutes. لكن انا رح احط الزيت على النار، انا اوريدي محميهم هيك دايركت بنبلش نقلي احنا وعم نعمل تاني وجه. بنكون مع واتسون ام تي في وبنرجع نحن فينا نقليهم إيه؟ بالوقت. زيتي انا لانه محمي شوي. اوكي رح ندور هلا عليه.
انت بتعمله مرتين ولا مرتين؟ يلا مرتين. رح نجيب اللي فوتناه هون. بدك دقيقة زيادة؟ يلا ايه؟ خليني بس اخذ اعمله معروف. حطهم بالبراد. هلا قولي شو بدنا نعمل؟ هولي بدنا نعملهم بيض كعك. بيض كعك. بس خلينا ناخذ صحن بعد. ما بنرجع بنغطهم بالطحين. نو نو ابدا، هو الطحين بنحطه ل عم بسأل كرمال المشاهدين. صح، وانا نفس الشيء بنحطه تحت البيض يلقط على البرودوي. صح. ليكي كيف صارت دغري اخذت كوش، وبنفس الوقت بتحمي الجبنه من هي وعم تنقلها. صح. ما فرفت تظهر لبرا. هوم ميد موتزاريلا ستيكس اليوم. صح، هوم ميد يعني مغيرين اذا بدك مغيرين التكنيك كليا. يب. شغلنا معك المطبخ. عم تشتغلي بغير مطبخ. بغير مطبخ. نجيب التنين. يلا. عمل معك ايدي لانه انا كمان بس مضطر اجيبهم. يلا بنرجع. نشيل هاي. ايه او بنحط عليها ديركت. اوكي. يلا هلا بنعمل هولي وخلص بنظبط كل القصه، بنضبي بنغطي. بنبلش نقلب. تعطيك فوج. ضروري نقليهم كلهم. منبلش نقلي نحن هلا، منشوف وين منصير. قليهم كثير سريع لانه بعد في دقيقة جاد. يلا. قليهم سريع لانه ما بدهم يعني ما في شيء ني بده ليستوي بقلبهم مثل التشيكن فينجر او فيش فينجر. فرح نعلي الحرارة على الآخر. بدنا الجبنة تدوب وتتمشى بعدها. نعطي لون حلو وتدوب جبنة. أكيد. يعني ما عندنا شيء بدنا نعطيه وقته ليستوي. أكيد في البيض والكعك اللي هن دغري بيستووا. بمجرد ما نزلوا بالزيت خلصنا؟ خلصنا. لكن نحن رح ناخذ سوا هلا وقفه مشاهدينا، بعدين بتكونوا مع واتسون ام تي في رح تلاقيكم رولا، بنرجع بنفرجيكم الديسبلاي اتوتالا. مع البرزنتيشن ونحن قلينا تحت الهواء الموزاريلا ستيكس. شايفه ما احلاهم طالعين حتى قياسهم مثل بعض مثل بعض وصغير ومنا. هلا انا رح سقط بعض بالزيت ورح اعمل اوكي الصلصه حدهم اللي هي سوبر بسيطه. شو رح نعمل؟ انا اخذ هون صوص طماط دب لحديت هلا مطحونه. اوكي. طماط فريش. اوكي. مثل التبوله. مزبوط. كزبره. كزبره. بهار. بهار اسود. رشه ملح. بنزيد شوي الملح لانه البندوره سويت. زيت زيتون. هيدي هي. بكل بساطتها، هلا شوفي قد ايه طيبه رح تطلع. بنعبي بقلب البوليت
يعني اليوم بنكون ستيفاني شفنا روسات كثير بنحبها نحن اذا بدك كروسات بنعرفها بس غيرنا التكنيك كموزاريلا ستيكس يعني غيرنا التكنيك صح توصلنا هلا بتشوف الطعم اللي يعني اللي وصلنا لها كليا مختلفه عن اللي نحن بنعرفها عن الموزاريلا الستيكس اللي بنعرفها بنكلها بالمطاعم لانه مثل ما كنا عم نقول هون عندنا كل طعميات الكريم تشيز الموزاريلا وخاصه سباني والدراي توميتو صح ومثل ما كنا عم نقول هون صار فينا نزيد نحن طعمات اكثر انواع جبنه اكثر فينا نزيد حبق فينا نزيد نعنع فينا نروح على جبنه روكفور فينا نروح على شاف فهي التكنيك اللي اشتغلناها كثير مهم نتعلمها وهولي وين بدك تحطهم؟ يلا بتعرفي شو بنعمل؟ بنعمل هيك صحنين حلوين كم وحده هون بهالشكل هيك شو رح نعمل؟ هون هيك انديفيديوال هيدي مضبوط هلا بنعمل ثاني صحن مثلها كل صحن مع الدب تبعه وهيدا كمان نحن بنكون خلصنا هيك بدنا نكفي شوي قلي تحت الهواء و ألف صحتين هيدي هي وعملون اكيد كثير 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 طيبين هلا بعدين نحن كمان بدنا نذوق مشاهدينا هيك بكون خلصت فقراتي لليوم ما تنسوا البسمه على وجهكم انا برجع بشوفكم الاسبوع الجاي ان الله راد باي باي